بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحكي في هذا الجزء من المحاضرة على التوكسوبلازما جونداي أو جرثومة القطط أو جرثومة القطط. طبعا التوكسوبلازما جونداي هو باراسايت بيصيب كثير من الورم بلاد أنيمال، من ضمنها مين؟ من ضمنها الهيومن. طبعا الستيجز الموجودة في اللايف سايكل تاعتها هي تاكيزويت، براديزويت، اوسيست، وسبوروزويت. التاكيزويت بيكون شكلها سيركنت، برضو شكلها هون في سي، بيكون شكلها سيركنت او هلالي، بتكون متايل، إلها بوينتد اند. ايش يعني بوينتد اند؟ يعني زي طرفها شماله مبوز. وهي طبعا خلينا نحكي الريبليكيشن ستيج، هي ستيج التكاثر، هي ستيج اللي مسؤول عن غالبية العمليات الحيوية. هلا في عنا البراديزويت. البراديزويت هو خلينا نحكي طور بتكون احيانا. هذا الطور بيكون دورمنت. ايش يعني دورمنت؟ يعني خامل، يعني خامل، ممكن يضل موجود في جسم الهوست لسنوات طويلة بانتظار انه مناعة هذا الهوست تضعف. في عنا الاووسيست. في عنا ايش؟ الاووسيست اللي هي عبارة عن سفيريكال شيب، بيكون شكلها دائري وتحتوي على السبوروزويت. السبوروزويت شكلها عادي، سيركنت، هلالي او فيسي فورم، مثل السبوروزويت تاعت البلازموديوم. طيب اذا جينا انا وياكم نحكي على اللايف سايكل على اللايف سايكل للتوكسوبلازما، واللي القطة طبعا هي الديفينيتيف هوست فيه وهي اهم حدا فيه. ليش؟ لانه السكسوال ريبرودكشن والماتوريشن للتوكسوبلازما هون بصير داخل القطة، ومن غير القطة ما بتتم اللايف سايكل تاعت التوكسوبلازما. لكن خلينا احنا نكون واضحين، طرق انتقال التوكسوبلازما تمام هي اما مع فضلات القطط، هاي نقطة. النقطة الثانية، طرق الانتقال بتكون عن انه ناكل اندر كوكد ميت، ناكل اندر كوكد ميت. طيب خلينا نشوف اللايف سايكل حتى نفهم هذا الحكي. شوف اللايف سايكل شو بتحكي لك. اللايف سايكل بتحكي لك انه القطة تمام قد تأخذ براديزويت او تاكيزويت تمام من بعض الحيوانات. يعني انتوا عارفين كلكم انه القطة قد تتغذى على الفئران، قد تتغذى على الطيور تمام. هذه الفئران والطيور قد تكون ملوثة او يكون فيها براديزويت اللي هو الطور الخامد من مين؟ من التوكسوبلازما. طيب دخل هالبراديزويت او التاكيزويت على الديفينيتيف هوست تمام. لما دخل راح يعمل سيكشوال ريبرودكشن داخل جسم القطة ويعطيني زايجوت فاووسيست. يعطيني ايش؟ اووسيست. الاووسيست زي ما انتوا عارفين ايش راح يكون في جواتها؟ سبوروزويت. طيب هذا السبوروزويت راح يعفن الاووسيست راح يطلع مع فضلات القطط الى خارج جسمها، راح يطلع مع فضلات القطط الى خارج جسمها. طيب كيف يعني يا دكتور بدها تكمل اللايف سايكل؟ هلا باختصار شديد، الاوسيست هذا شايفه اللي جواته في سبوروزويت ممكن ينتقل للهيومن وممكن ينتقل لانيمالز مثل المايس او البيرد او حتى الكاو او الشيب. كيف؟ الكات طلعته مع الفيسس تاعتها، هلا ممكن ينتقل للهيومن مثلا اما مع يعني التعامل مع فضلات القطة بشكل مباشر، زي الناس اللي بيكونوا مثلا مربين قطة بالبيت وهالقطة مثلا ناسين يطعموها او مش مطعمة، فممكن انه يوصلنا المرض من فضلات القطة. هلا هذا بالنسبة للهيوم. طيب بالنسبة للانيمال اللي هم مثل العصافير، الفئران، الكاو، الشيب، كلاتهم هدول كيف ممكن يوصلهم العدوى؟
انتم بتعرفوا انه هاي الحيوانات تمام هي حيوانات لا تعقل يعني تمام، فهي وهي بترعى او بتاكل تمام قد تاكل او يفوت على جسم الاوسس. تنسوش انه القطط اجلكم الله لما بتعمل فيس بتدفن في التراب، فممكن على هذا التراب يطلع اعشاب تاكله الكاو او الشيب او حتى البيرد او حتى المايس تمام، فيفوت الاوسس على جسم هذه الكائنات الحيه وترجع تكمل السايكل. طيب نرجع للهيومن، احنا حكينا انه الهيومن ممكن ينعدي بشكل مباشر عن طريق الفيسز للقطة، لكن كمان الهيومن ممكن ينعدي اذا اكل لحم الكاو او لحم الشيب تمام او حتى لحم بعض الطيور وهي مش مطبوخة كويس، فرح يكون فيها الاوسيست اللي اخذته من القطة، وهون يا جماعة الخير رح يمرض هذا الانسان، وقد يكون مش عنده اوسيست قد يكون عنده براديزويد. فمشان هيك لما احنا بدنا نيجي نحدد مين الديفينيتيف هوست مين الانترميديت هوست، الديفينيتيف هوست اكيد هو الكات. الانترميديت هوست قد يكون هيومن قد يكون بيرد قد يكون كاو قد يكون شيب. ليش؟ لانه وين صار السكشوال ريبرودكشن ومين هو العائل الاساسي؟ هي الكات او القطه. طيب اما البيرد والهيومن والكاو والشيب كلياتهم تعتبر انترميديت هوست. كمان من طرق الانتقال اللي ممكن يتعرض لها الهيومن هي خاصة في المرأة الحامل، انه هذا التوكسوبلازما كان ترانسفير بلاسينتا، يعني ممكن يعبر عبر البلاسينتا، فممكن ينتقل من الام الى جنينها، وهاي هي المصيبة. ليش؟ جماعة جرثومة القطط ممكن تكون احد اسباب الاجهاض المتكرر تمام؟ ممكن تكون ممكن لا سمح الله تعمل اذا كان الحمل عمره اكثر من 4 شهور، ممكن تعمل تشوهات عند المريض او عند هذا الطفل. التشوهات هذه قد تصل الى لوز اوف فيجن او بلاندس، منتل ريتارديشن تخلف عقلي، سيزرز نوبات وتيجي عند هذا الطفل. هلا بالعاده عند الشخص مناعته سليمة حتى لو دخل على جسم التوكسوبلازما بالأغلب ممكن تكون أسيمتوماتيك أو يصير في عنا انتفاخ بسيط في الليمف نود، لكن وين الخطر؟ الخطر على الجنين اللي عند المرأة الحامل. هلا إذا كنا إحنا في الفيرست ترايمستر أو اللي هو الربع الأول من الحمل بالأغلب إيش بصير عنا؟ بصير عنا أبورشن. طيب كاتب لكم هون طرق الترانزميشن. طرق الترانزميشن إما eating undercooked meat وهي حكيناها، contaminated food or drink with cat feces، يعني مثلا انك تاكل ورق الخس، ورق الجرجير، ورق البقدونس وهو مش مغسول كويس، وانتم عارفين انه هاي النباتات تنمو قريب من سطح الارض، فنسبه اصابه تعرضها للبراثات كلها بشكل عام اشمالها كبيره جدا. ممكن لازم حالات تكون ملوثة بفضلات القطة، لكن يعني هاي مش كتير شائعة. أكثر شيوعا هو أكل الأندر كوك ميت من المدر إلى تشايلد، من المدر إلى تشايلد. هلا النقطة الرابعة هذه مش مهمة، حط جنبها إكس. النقطة الرابعة مش مهمة، حط جنبها إكس. في عنا هون نفس اللايف سايكل اللي حكينا عنها قبل شوي. هي عندنا القطة، القطة بتاخد بالعادة البراديزويت من الانترميديت هوست اللي هو المايس او البيرد زي ما حكينا. داخل جسم القطة التاكسود او البراديزويت بتكون الاوسيست اللي في جواتها ايش؟ اللي في جواتها زي ما انتم شايفين السبوروزويت، بتطلع الاوسيست مع الفيسيس تاعتها. هلا ممكن زي ما حكينا يرجع الفأر او الكاو او الشي بياخدوها بشكل مباشر، وممكن انه زي ما حكينا ياخدها الهيومن، والهيومن هنا ممكن زي ما حكينا ياخدها اذا اكل اندر كوكت ميت للانترميديت هوست، او يتعامل بشكل مباشر مع فضلات القطة، او زي ما حكينا اكل اشياء مثلا خضروات ملوثة بفضلات القطة. هاي كمان رسمة توضيحية لللايف سايكل للتوكسوبلازما. هاي عندك كيف الهيومن. طبعا تنساش انه كمان ممكن ننتقل من الام الى جنينها، وهذا اخطر اشي بموضوع التوكسوبلازما.